لكم التحية أينما كنتم في كل مكان. والشهر ده بتزامن مع الإعاقة، أو كان اليوم العالمي يوم 3 يوم العالمي للإعاقة، واللي هو كل العالم بيحتفي بيه، بيقوم بتذكير الناس بيه. فالشهر ده مخصص لذوي الإعاقة، وأنا سعيد جدا بأنه يكون معي في الفقرة دي الزميل، ممكن أسمح لي أقول الزميل عوض ضياب، هو مؤسس وصاحب مبادرة العالم بعيون مختلفة. أهلا بك، صباح الخير عليك. صباح النور، صباح المحبة والأمل يا أستاذ محمد وعلى كل المشاهدين. تسلم يا رب. ونتكلم عن الشهر ده أول حاجة. والله حقيقي أول حاجة بقول لكل ذوي الهمم وذوي الإرادة في كل العالم، كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وهم قوة وخير وأمل لجميع العالم. اليوم العالمي للمعاقين هو يتصدق في عام 1992 من الأمم المتحدة، وبيجي في كل سنة عشان يذكرنا بقدر كم إنه الإنسان المعاق قادر إنه يكون يعني باعث على الأمل والتفاؤل، وقدر كم إنه قادر يندمج في المجتمع بصورة جميلة، بس إنه يلقى يعني العون المناسب. يعني يا أستاذ محمد التعاطف بعيد عن العاطفة، خليني أقول لك. نعم. فالإعاقة طبعا بجميع يعني اختلافاتها، الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية والسمعية والذهنية. نعم. اليوم دي بيجي شامل لكل التفاصيل دي. اليونسكو بتنظم عدة فعاليات. نعم. وانت مهتم بقضايا المعاقين بشكل عام. بالضبط كده. نعم. والإعاقة البصرية بشكل خاص. نعم. نتكلم عن المنظمة شوية. حقيقي منظمة صناع الوعي، واللي هي أول حاجة بدت مبادرة العالم بعيون مختلفة، خطوة. نعم. لخلق مجتمع واعي يقبل التعدد والاختلاف. نحن مختصين في زيادة الوعي عن الإعاقة البصرية. نعم. بنزيد الوعي بشكل بنقرب من المجتمع. نعم. التقريب من المجتمع مننا، نحن المشينا الخطوة دي يعني اتجاه المجتمع عشان. نعم. نكون قريبين منه ويتعرف علينا. نعم. بنعمل فعاليات كل فترة بالشراكة مع مؤسسات. نعم. على أساس إنه نحن بعد ذاك نقدر شنو نحكس يعني صورة ذهنية تكون إيجابية عن ذوي المعاقين بشكل عام، وعن يعني معاقي الإعاقة البصرية بشكل خاص. نعم. نتكلم عن الشركة. أول إيفنت لنا كان تقريبا قبل سنة ونص أو سنة عامين، كان بالشراكة مع مؤسسة أمروس، مؤسسة الإنتاج الإعلامي. تاني عملنا العام الماضي يوم 19 مؤسسة SRM مع دكتور جلال حامد. وأول إيفنت اللي كان مع ناس أمروس ده أستاذ محمد كان الوجه الإعلامي لنا أحمد أوباما، من هنا بوجه له التحية، الشاب الداعم تماماً لكل قضايا المجتمع. بعد ذاك الإيفنت الثاني كان دكتور جلال حامد، برضو بحييه، إنسان جميل شديد وحقيقي، يعني كان يعني احتضن كل تفاصيلنا بكل الحب وبكل المحبة. الإيفنت الأخير لنا كان بالشراكة مع بيت الشعر، وكان الوجه الإعلامي لنا عمار حسن من الشاعر الجميل. نعم. برضو من هنا بوجه له التحايا، وبوجه له كل عشاق الشعر وكل مرتادي بيت الشعر. يعني بيت الشعر طبعا أستاذ محمد. نعم. يعني مكان جميل جميل. نعم. شديد، وبيحمل كمية من المحبة. نعم. وما فيه تنميط الأشياء، يعني يمكن. نعم. الإنسان لما تمشي لمكان يعني بتبقى فيه النظرة أو الفكرة بتاعت إنه يعني ده من وين، وإنت لونك شنو، تفاصيلك شنو. نعم. بس بيت الشعر أنت يعني بتجي بالحب. نعم. بغض النظر عن أنت بتنتمي لياتو شكل، لياتو لون، لياتو تفاصيل. يجمعكم الشعر. بالضبط كده. نعم. نعم. والله الفنون بشكل عام إذا وظفناها صح بنخدم البلد دي وبنخدم أنفسنا بشكل كبير يعني. بالضبط كده. وهي يعني الفنون يبدو لي إنها هي يعني ممكن نشبهها بالموسيقى، يعني الموسيقى. نعم. المجتمعية اللي هي قادرة تخلي الناس كلهم يعني يرقصوا ويرسموا. صحيح. وكل يزول يحكس الجمال الجواو بكل الحب، بعيد عن الإثنية والقبلية والتفاصيل
الكعب اللي ما بتشبهنا نحن كسودانيين بتفرقنا اكثر من تجمعنا يعني. بالضبط بالضبط كده. فالبلد يتخيل لنا بتسعنا كلنا بالمحبه وبتسعنا كلنا بتعددنا، ومن هنا جاء الشعار بتاعنا خطوه لخلق مجتمع واعي يقبل التعدد والاختلاف. نعم، نتكلم عن المشروعات اللي تم تنفيذها والمشروعات المقبلين على تنفيذها. والله يعني احنا حقيقي المشروعات اللي نحن بننفذ فيها حاليا باننا نحن بنعكس الصوره الايجابيه على كل انسان فاقد لبصره قادر انه ياثر في المجتمع. نعم، حتى عندنا مركز تاهيل المكفوفين، من هنا بوجه له التحيه. في مجموعه من الفنانات التشكيليات يعني هم بيصنعوا استاذ محمد منتجات جلديه بشكل يعني جميل شديد يعني. نعم، نحن بنشيل المنتجات دي بنعكسها في الايفنتات بتاعتنا على امل انه شنو يعني نلقى زول انه يرعى المشروع الكبير اللي هو مشروع المنتجات الجلديه، او نقدر نوفر لهم فكره بتاعت مصنع بتاع منتجات جلديه خاص بين وكذا. نعم، نزيد دخلهم على الاقل يعني. بالضبط كده. نعم، بالضبط كده. اتصالكم بالولايات كيف؟ لانه دائما الحاجات كلها في الخرطوم يعني. حقيقي شديد احنا سعيد لانه يكون عندنا اتصال مع الولايات، لكن برضه ما لقينا يعني اليد اللي بتساعد في اننا احنا نقدر نتصل بالولايات، لانه احنا هنا استاذ محمد. نعم، حتى في الخرطوم بنعاني في تفاصيل انه يكون عندنا يعني مكان راتب، يكون عندنا تفاصيل ثابته في اننا احنا نقدر يعني نشتغل شغلنا بتاع التوعيه ده. نعم، يعني بطريقه ولا بثانيه ده طالب يقول لي السؤال المهم، المعوقات اللي مواجهاكم يعني. بالضبط والله. حقيقي المعوقات يا استاذ محمد طبعا لا تحصى ولا تعد. صحيح. لكن صحيح. الاهم انه احنا عندنا يعني اللي هي الادوات المسانده للمكفوفين، في تكنولوجيا المكفوفين، وفي يعني المكتبه المفروض تدعمل. نعم، اللي هي المكتبه دي حتساعد الطلاب كثير. دي من اللي هي برايل، حتكون برايل طبعا. بالضبط كده، طابعه وتكون حديثه يعني اللي هي فيها تكنولوجيا المكفوفين. نعم، لانه التكنولوجيا بقت يعني ماشيه مساحات بعيده. قارئات الشاشه، حتى لغه برايل. نعم، هي دي اللغه الام. بعد تفرعت منا حاجات كثيره لحد ما وصلنا لفكره انه انت بتستخدم السطر الالكتروني اللي هو بيتوصل مع جهاز. نعم، انت بيكون ده قارئ لك للشاشه، بعد ذاك بيظهر لك شكل سطر بالبرايل. نعم، في الشاشه. مكلف الكلام ده لكن؟ مكلف جدا والله حقيقي. لكن زي ما بنقول انه شنو يعني لو يتوفر جهازين بعد ذاك يتوفر التدريب المناسب والمقر المناسب، بعد ذاك الناس بتقدر انها يعني بتلقى الفرص. نعم، من هنا برضو احنا يعني بندعو انه رجال الاعمال والحكومه وكل الناس القادرين انها يعني تهتم بشريحه المعاقين. نعم، وبرضو في معلومه مهمه يا استاذ محمد انه السودان طبعا من الدول المصادقه لاتفاقيات التمييز والعنصريه. نعم، فنحن عايزين الاتفاقيات دي نشيلها وننزلها على ارض الواقع، حتى لو ما كانت بالحاجات الماديه بالحاجات المعنويه يعني. نعم، طيب محد النور مثلا. نعم، كل المعاهد دي اتصالاتكم بهم كيف؟ محد النور حقيقي نحن يعني عندنا به اتصال كبير، لاننا نحن من طلابه من تلاميذه، وفي منظمات كثيره مهتميه بالتفاصيل الماديه في معهد النور. نعم، لكن حاليا المعهد فيه مشكله بتاعت ترحيل اللي هو الطلاب الساكنين في وانا متطوع فيه حقيقه يعني. صح. نعم، صح. نعم، في الحاجوسف مواجهه يعني انه العربيه ما قادره تتصلح يعني. ف يعني كونك انت يعني أطفال صغار في ظل الأوضاع الاقتصادية اللي كلنا عارفينها. نعم، يكونوا مرهقين الأولياء الأمور بأنه ينقلوا الطالب. صحيح. من البيت لحد المعهد في حي البوابير في أو البابورات في بحري. في بحري. نعم، مشكلة كبيرة يعني من الحاج يوسف. نعم، طيب إحنا عندنا فيديو حنشاهده مع بعض عن طريقة التعليم الحديثة لغة بريل، نشاهده مع بعض ونعود. العالم بعيون يمكن الفكرة للوهلة الأولى تبدو إنها بسيطة أو تبدو إنها فضفاضة، لكن القصة نفسها جات من إحساسنا إحنا كشباب يعني. حتى معظم علاقاتنا نفسها تحولت من المكفوفين للمبصرين، وبقينا مندمجين بصورة جيدة جدا في المجتمع.
محمد رضا يعرف الحاجات اللي قدامنا دي شنو. طيب وائل سمى الحاجات اللي قدامنا دي الوسائل التي ساعدت او هي سماها الوسائل المساعده او المسانده في دمج ذوي الاعاقه البصريه في المجتمع. فالحاجات اللي قدامنا دي حاجات يعني باعتبارها سهلت القضيه التعليميه بالنسبه للمكوفين. المساله اصلا بتتلخص في انه قدامنا دي كلها ادوات تركيزها على لغه برايل، او هي اصلا كلها ادوات بنستخدمها عشان نصل لاننا نقرا ونكتب لغه برايل. لغه برايل شنو؟ طيب لغه برايل هي لغه شفريه، طريقه شفريه عشان نقدر نحاكي بها الحرف المرئي اللي هو اول حرف المرسوم او المنقوش. عن طريق شنو؟ عن طريق اننا بنتعامل عن حجم نسميها الخليه اللي هي بتحتوي على 6 نقاط. كل خليه من خليات لغه برايل لما نكون بنكتب في احرف بعيدا عن الارقام، لغه برايل بتحتوي على 6 نقاط. كل شكل معين من النقاط بيمثل حرف. اللي انا خدت على يدي ممكن تعتبر طفره حقيقيه في المساله بتاعت البرايل، يمكن هي بتمثل الجيل الثاني من البرايل بدل ما انا كنت بعتمد تماما على القصه اليدويه. الان هو فعلا يمكن ما في تطور شديد لكن برضه يعتبر حاجه جديده. فالاله عملت نظام محاكاه يمكن للنظام بتاع الخليه بطريقه او بميكانيزم معين. فبقت الفكره انه انا والله بضغط هنا اي واحد من الازرار فهو بيمثل نقطه من النقاط بتاعت السته بتاعت الخلايا الخليه اللي هي طبعا زي ما قلنا فيها 6 نقاط، ويمكن واضح انه هنا هم اصلا برضو 6 اضافه للزر السابع ده اللي هو ده زر المسافه. لانه طبعا بما انه انا بستخدم ايدي وكده والطبيعي انه في اي نظام بتاع كتابه بيكون في مسافه بين كل كلمه وكلمه، فانا لما اخلص بضغط دي على اساس انه يعني تتعمل لي مسافه في الورقه عشان بعد تسهل علي العمليه بتاعت القرايه. نجي لحاجه مهمه انه انا قلت كيف بكتب برايل، لكن السؤال بيطرح نفسه كيف انا بقرا برايل؟ كيف انا يمكن احقق المعادله بتاعتي انه هي حاجه مختلفه وفي نفس الوقت انا قادر اتعامل معاها بسلاسه وقادر انه اقرا بسرعه؟ الكتاب اللي قدامي هو كتاب مطبوع عن طريق طابعه تعتبر برضه واحده من طيب ده كان فيديو طريقه التعليم بالبرايل والعمليه معقده صراحه يعني. يعني الهجيل الحقيقي في نفس التعقيد يعني بتحمل كل البساطه يعني لو الانسان قدر انه يعني حب انه يفهمها. انا حقيقي عندي صديقي وقريبي مرتضى محمد الخير يعني اتغنى في البيت من بس يعني شوفوا لي او تكرار العمليه قدام عينه كذا. يعني حاليا بيقدر يقرا ويكتب برايل بصوره عاديه جدا، ما عارف يعني لحد الان متذكر ولا نساء، لكن يعني اتعلمه بشكل كبير جدا يعني. وحتى معهد النور لتعليم المكوفين استاذ محمد حتكون عارف وكذا، في اساتذه مبصرين ومتقنين للغه برايل. نعم. طيب المشاكل اللي بتواجه التعليم التقني ده بالتحديد غير مشاكل انت توفر الاجهزه والجهاز ده بالتحديد، شنو المشاكل؟ والله المغر يبدو لنا من المشاكل المهمه والدورات او الاساتذه المؤهلين انهم يدرسوا الناس على اتقان التكنولوجيا. يمكن هسه استاذ محمد يعني حسب نحن ذاته عندنا مشاكل في الاحصائيات، لكن حسب اخر تعداد سكاني في 2013 انه يعني عدد الاطفال المعاقين او اللي بيعانوا من الاعاقه البصريه يعني 500,000 والحاجه المحزنه اكثر انه يعني في 55 من النسبه دي بنات وخارج المنظومه التعليميه تماما لانهم في الريف او في الولايات. نعم الرقم ده كبير جدا لكن كبير جدا يعني، ويمكن يكون ده 2013 يعني 2013 بالضبط كده. ممكن يكون اكثر هسه، يمكن يكون اكثر مع الامراض والحاجات الكثيره اللي بيعاني منها العالم عامه والسودان بشكل خاص. نعم التطوع وما ادراك ما التطوع، وطبعا ده محورنا بالنسبه لي مهم جدا. صح يعني نتكلم عنه يا ريت. يا سلام يا اخي، والله حقيقي انا بوجه تحيه لكل المتطوعين وكل الناس اللي بيحبوا التطوع. وحقيقي يعني المجتمع السوداني من المجتمعات المتماسكة جدا بالتطوع. نعم. وحقيقي المبادرات والمنظمات وكمية المحبة اللي بيقدموا فيها الشباب
قادرة إنها تسوق البلد يعني مسافات بعيدة، وتكون بتتفق معايا أستاذ محمد؟ نعم. على إنه في الفترة الأخيرة يعني الشباب يعني جزء كبير منه يتوجه للتطوع، والتطوع قبل ما إنه يكون يعني سنة إسلامية وصفة إنسانية، يبدو لي إنه مخرج لضيق الإنسان من لبراحات الأمل وبراحات التفاؤل وبراحات إنك أنت بشكل حقيقي تقدر يعني تندمج مع إنسان آخر وتقدم له من وقتك، تقدم له من مالك، تقدم له من تفاصيلك، على أساس إنه يعني يقدر هو يواصل باقي حياته يعني بشكل سلس. من هنا أنا حقيقي يعني منظمة بصيص أمل من المنظمات اللي لها تأثير حقيقي على حياتي، وإن أكون يعني حاليا في المكان اللي أنا وصلت له ده، ومن المنظمات اللي ساعدتني كثير في تفاصيل التطوع. المؤسس بتاعي اسمه أبو العباس، ودير كانوا من الشباب يعني أستاذ محمد مديننا وقتهم كلهم. إحنا لما كنا في الأساس يعني بيجوا من الصباح بيخلوا جامعاتهم الموظفة الكده بيكونوا بيراجعوا لنا معانا يعني في تفاصيلنا، في الناقصة حاجة منو في كده. نعم. فلن تحية كبيرة. حاليا منظمة رؤية هي من المنظمات المسؤولة عن تفاصيل المعهد. ممكن يجي زول لو في ناس يقول لك يا أخي شغل التطوع ده يعني كده أنت بتشتغل شغل الدولة أو بتريح الدولة. صح صح. والله بالعكس تماما، أنا ما بتفق، لأنه يعني الدولة نحن كلنا متفقين إنها يعني مرهقة من كافة التفاصيل، والسودان ده في الأخير يعني أنا بعتبره البيت الكبير، ممكن نطلق على المصطلح ده. الناس بتتشايلها مع بعض يعني. فأنا ما حنتظر إن الدولة تقوم لي بأعمالي أو لحد ما يصل النقص بتاعي. الناس بتقدر تخليه تتم النقص لحد ما نحن نقدر نتفق على إنه أصلاً تكون عندنا يعني دولة قادرة إنها تهتم بينا. صحيح. وزي ما قلت نحن ناس نفير. بالضبط. شعب نفير نحن، وشعب هجعة زي ما قالوا. بالضبط بالضبط كده. بالنسبة لك أنت أول شيء مبروك. الله يبارك فيك. التخريج، انت خريج كلية الإعلام جامعة الخرطوم. الله يبارك فيك يا استاذ محمد. ده طوالي بخليني انا اتكلم عن عن مشاريعك انت بالتحديد الإعلامية، وانا سألت السؤال ده صح باعتبار انه احنا فاقدين البرامج الفئوية. بالضبط. ما عندنا قوالب فئوية في قنواتنا يعني. نعم. والله حقيقي دي من الأسئلة الحقيقية المهمة جدا، لانه برضو يعني في شباب متمكن جدا في الإعلام فاقدين للبصر وقادرين انه يعني يعملوا برامج فئويه زي ما انت قلت، احكسوا بها قضايا المعاقين. صحيح. بس هم يعني انا ما اعرف المشكله من وين بالضبط، هل ما اتاحت لنا الفرصه، ولا هل في مشكله في تفاصيل انهم هم ما قدروا يسوقوا ليروحهم بالشكل الكويس. لكن يعني في يعني كوادر اعلاميه جميله من المكفوفين. نعم. قادرين انهم يحكسوا صوره ايجابيه حتى على النطاق العالمي يعني. انا حقيقي انا بحب شغل المنظمات جدا، وبحب شغل التطوع، فانا مايل للاعلام المنظمات. وفي نفس الوقت يعني متحدث تحفيزي ومتعاون مع عدة مؤسسات مهتمية بالجانب ده. نعم. احنا والله انا شخصيا اتمنى تكون معنا في القناة يعني، ويكون عندك برنامجك الفئوي. والله يعني انت طبعا عارفك ميال للإذاعة اكثر يعني. بالضبط. والله انا ميال للإذاعة. صحيح. نسبة لانه يعني التلفزيون شوية مجهد. صحيح. في تفاصيل الكبرى، تفاصيل لغة الجسد، لغة الجسد. صحيح. محتاج للفكرة بتاعت الاتصال البصري. صحيح. لكن الإذاعة بتتيح لك فرصة أنت تكون مرتاح جدا. صحيح. ويعني الصوت ذاته عالم كبير يا أستاذ محمد. صحيح. صحيح. بأنه يعني الصوت بيقدر يحكس لك عوالم الزول الجواه، وانت بتقدر تخش في عالم الإنسان يعني المعك، ومعتمد على الخيال الإذاعة أكثر. أنا قاعد شخصيا جاهز في أي لحظة احتجت لي بشكل شخصي، انا موجود. الله يسعدك. للقناه برضه نحن موجودين لاي مبادره، لاي حاجه تحسين بانها ممكن تخدم يعني. ان شاء الله. الله يسعدك يا استاذ محمد. وحقيقي قنوات الشروق يعني من القنوات المحببه لي، لانه انا برضه قضيت فيها فتره تدريبيه كانت جميله مع
أستاذة إيمان بيركين بوجه لها التحية من هنا. الأمة الإعلامية بالنسبة لنا. وقبل مدة بسيطة كان نحن تلاقينا في إيفنت تبع منصة عاقلها، كان برضو المنصة مهتمة بالجانب التحفيزي للمجتمع. نعم أنا أشكرك جدا للمرة الثانية أنك كنت معي. شكرا دي. شكرا كثير يا أستاذ محمد، وسعيد باللقاء معك، وسعيد باللقاء مع كل الشباب المتواجدين خلف الكاميرات وخلف التفاصيل الجمالية. شكرا كثير. شكرا كثير في كل مكان. دي كان فقرتنا الأولى، وكان ضيفنا الأول في صباح هذا صباح الشروق لهذا اليوم.